أنتم الآن في نشرة الموجز. عبرت اللجنة المحلية بالدار البيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين عن تضامنها اللامشروط مع الصحفي سليمان الريسوني بعد دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على التضييق على حقه في التراسل. ونددت اللجنة في بيان لها ببلاغ مندوبية السجون الذي وجه اتهامات تتضمن إيحاءات بالتخوين في حق سليمان الريسوني والمتضامنين معه. ودعت اللجنة إلى رفع كافة أشكال التضييق على حقوقه، كما ناشدت تعليق إضرابه عن الطعام حفاظا على صحته. وجددت اللجنة مناشدتها لكل الأطراف المعنية بالاعتقال السياسي والعمل على تكثيف الجهود من أجل إطلاق سراح كل معتقل الرأي والمعتقلين السياسيين وتحسين ظروف الاعتقال والاحتجاز. واعتبرت اللجنة أن استمرار الاعتقال السياسي يتناقض مع البلاغات والتصريحات الرسمية التي رافقت انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي برسم هذه السنة، مؤكدة أن إنهاء الاعتقال بسبب الرأي هو أولى خطوات مراجعة القرارات المنافية لحقوق الإنسان. وشددت اللجنة على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للمواطنين بما في ذلك حرية التعبير وحرية الرأي، داعية إلى وقف الخطابات الرسمية التي تتناقض مع الواقع. طالبت شبيبة الاتحاد الاشتراكي فرع فرنسا بفتح تحقيق حول كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية ومشاريع الدعم والصفقات بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب، وذلك تفاعلا مع ما كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية بشأن طرق صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات. وقالت الشبيبة في بيان وقعه المكتب الإقليمي بفرنسا إن تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مليء بالمواقف الرافضة لكل أشكال الفساد السياسي التي كان يعرفها المشهد الحزبي الوطني، غير أن حاضره أصبح جزءا فاعلا ومستفيدا من هذه المنظومة، بل أكثر من ذلك، وبسبب أقلية تغولت على أجهزة الحزب أصبح يضرب بهذا الأخير المثل في الفساد وسوء تدبير وتبذير المال العام. وأكدت أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات قد فجر معطيات صادمة تعري على ممارسات فاسدة مبنية على المحسوبية والزبونية لجزء كبير من قيادة الحزب والفريق البرلماني. وعلى سبيل الحصر، فقد حصل الحزب على دعم مالي إضافي بقيمة $1,930,896 درهم في شتنبر 22 و2000 لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات التي أسندت لمكتب الاستشارة ميلا استراتيجي اي كونسي الذي أسس يوم 21 فبراير 22 و2000، والذي يملكه مهدي مزواري عضو المكتب السياسي وحسن الأشقر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد. وتساءلت الشبيبة الاتحادية ألا يعد هذا من أكثر الأمثلة صراحة على تضارب المصالح، مضيفة أنه في ظل عدم قدرة المكتب السياسي والمجلس الوطني ولجنة الأخلاقيات على المساءلة والمحاسبة، فإننا نطالب بإنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية ومشاريع الدعم والصفقات بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب. وتابعت أنه تم إسناد إنجاز 23 دراسة لهذا المكتب بمبلغ إجمالي قدره $1,835,000 درهم، أي 95% من الدعم الإجمالي دون منافسة. كما أن المجلس كشف عن اختلالات خطيرة منها غياب اتفاقيات محددة تفصل الشروط والتكاليف لكل دراسة على حدة، ما أدى إلى توقيع عقد جزافي لتنفيذ جميع الدراسات المطلوبة بنفس المبلغ المذكور أعلاه وفي مدة 4 أشهر من تاريخ الإبلاغ ببدء الخدمة، كما جاء في الصفحة 89 من التقرير. وأثار المجلس الأعلى للحسابات قضايا تتعلق بعدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة، مشيرا إلى أن الوثائق المقدمة لتبرير الدراسات المنجزة والتي شملت 21 وثيقة باستثناء دراستين لم تتبع المعايير العلمية الصارمة، مما ينقص من جودة النتائج وصلاحية الاقتراحات المقدمة. وهنا نتساءل عن جدوى صرف مبالغ مالية ضخمة من أجل إعداد عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعلوم أو للعموم حسب التقرير، فهل أطر الحزب عاجزة عن إنتاج هذه الدراسات حسب البيان؟
وأوضح البيان أن ما يعرفه الحزب من اختلالات وممارسات فاسدة وانتهازية والتي سبق للشبيبة الاتحادية بفرنسا التنبيه لها أصبح اليوم منهجية تمارس بطريقة علنية في غياب تام لأي سلطة رقابية مضادة قادرة على ضمان احترام المبادئ الأساسية للحزب وتطبيق القانون. عبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في بيان له عن أسفه وامتعاضه تجاه الاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرض له عضو الفريق النائب منصف الطوب من قبل عضو اللجنة التنفيذية للحزب يوسف أبطيو خلال أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام 18 للحزب الذي انعقد أمس السبت ببوزنيقا. ووصف الفريق الحادث بالشنيع واللامسؤول وأنه مس بكرامة وصورة كافة الاستقلاليات والاستقلاليين الذين حرصوا طيلة المرحلة السابقة وخلال أشغال اللجنة على تقديم صورة نبيلة عن الممارسة الحزبية. وأكد الفريق تضامنه مع النائب منصف الطوب الذي عبر أثناء هذا الحدث النشاز والمؤسف عن روح وأخلاق عالية خدمة للمصلحة العامة للحزب بالرغم من قسوة الاعتداء الشنيع والغريب عن أخلاق وقيم حزب الاستقلال. واعتبر الفريق أن هذا الاعتداء الجبان اعتداء على كافة أعضاء الفريق داعياً إلى التحقيق في هذا الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكات المشينة. عبرت اللجنة المحلية بالدار البيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين عن تضامنها اللامشروط مع الصحفي سليمان الريسوني بعد دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على التضييق على حقه في التراسل. ونددت اللجنة في بيان لها ببلاغ مندوبية السجون الذي وجه اتهامات تتضمن إيحاءات بالتخويم في حق سليمان الريسوني والمتضامنين معه. ودعت اللجنة إلى رفع كافة أشكال التضييق على حقوقه كما ناشدته تعليق إضرابه عن الطعام حفاظا على صحته. وجددت اللجنة مناشدتها لكل الأطراف المعنية بالاعتقال السياسي والعمل على تكثيف الجهود من أجل إطلاق سراح كل معتقل الرأي والمعتقلين السياسيين وتحسين ظروف الاعتقال والاحتجاز. واعتبرت اللجنة أن استمرار الاعتقال السياسي يتناقض مع البلاغات والتصريحات الرسمية التي رافقت انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي برسم هذه السنة، مؤكدة أن إنهاء الاعتقال بسبب الرأي هو أولى خطوات مراجعة القرارات المنافية لحقوق الإنسان. وشددت اللجنة على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للمواطنين بما في ذلك حرية التعبير وحرية الرأي داعية إلى وقف الخطابات الرسمية التي تتناقض مع الواقع. مزيد من الأخبار لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك بالقناة.